نشوف الجزء الثالث من الريجريشن اناليسيس. في الجزء اللي فات عرفنا ازاي بنعمل بريدكشن لقيم واي اللي هي واي داش اللي هي بنسميها البريدكتد فاليو او الاكشوال فاليو اللي كانت المفروض نحصل عليها. اوكي، وعرفنا ازاي بنحسب السلوب واللي هو الريجريشن كوفيشنت، وازاي بنحسب الانترسبت تمام والمين والكوريليشن قبل كده شفناها في محاضره لوحدها، وبعدين نعوض بقيم اكس فنجيب البريدكتد فاليو بتاعت واي. وقلت مش هعرف اعمل الكلام ده الا اذا حسبت السلوب وحسبت الانترسبت الاول، اوكي، وحسبت الستاندرد ديفيشن اكس واي والريجريشن كوفيشنت، كل الحاجات اللي بحتاجها في المعادله، وبعد كده اقدر اعمل بريدكشن. بعد ما بعمل بريدكشن بحسب حاجه اسمها الريزيدوال، ولازم مجموع الريزيدوال يساوي زيرو، واعمل الريزيدوال بلوت، لازم الريزيدوال بلوت ياخد راندوم باترن تمام عشان يبقى الريجريشن بتاعي اوف جود بانر. انا عدت تاني اللي انا قلته وقلت ايه فايده الريجريشن وايه الريكويرمنت بتاعته. كوفيشنت اوف ديترمينيشن بقى اللي هو الار تربيع ده بيديني نيوميريكال برزنتيشن اباوت الريجريشن اناليسيس زي ما قلنا على الكورليشن كوفيشنت، بس كان بياخد رمز ار بس ار سمول. واحنا بنشرح الكورليشن في حاجه اسمها الكوفيشنت اوف ديترمينيشن، وده بياخد ار تربيع يا ار كابيتال تربيع يا ار سمول تربيع، وده كي اوت بوت اوف ريجريشن اناليسيس. خلاص، وده بيفيدني في ايه؟ ده بيقول لي البروبورشن اوف فاريانس اندبندنت فاريبل ذات از بريدكتد فروم اندبندنت فاريبل. يعني قد ايه من الديبندنت فاريبل او الكريتيريوم فاريبل اللي هو واي تغير نتيجه الاندبندنت فاريبل اللي هو البريدكتد فاريبل اللي هو اكس. عشان كده هذا الكوفيشنت اوف ديترمينيشن بيديني انطباع عن ايه؟ The proportion of variance in the dependent variable that is predictable from independent variable. قد ايه؟ او how much؟ تمام؟ او النسبة تمام؟ اللي اتغيرت من الديبندنت فاريبل اللي هو الفاريبل واي الكريتيريوم فاريبل تمام؟ وقدرنا نعمل لها بريدكشن او اتغيرت نتيجة وجود الاندبندنت فاريبل اللي هو البريدكتيف فاريبل او الفاريبل اكس. عشان كده الكوفيشنت اوف ديترمينيشن ممكن يكون من 0 ل 1. لما يكون الكوفيشنت اوف ديترمينيشن ده 0 معناه ان الديبندنت فاريبل اللي هو واي كان نوت بريدكتد او كان نوت تشينجد نتيجه الاندبندنت فاريبل. لكن لما الار تربيع اللي هو الكوفيشنت اوف ديترمينيشن تساوي 1، ده معناه ان الديبندنت فاريبل اللي هو الواي كان بي كومبليتلي بريدكتد او كومبليتلي تشينج نتيجه ويز اوت ان ايرور، لان هنا ده 100% صح فروم ذا اندبندنت فاريبل اللي هو الاكس. وبالتالي بقى الار تربيع ما بين 0 و1 يعني ممكن تكون نص 6 من 10 او مش عارف ايه وهكذا، يعني 60% او 50%. ده انديكيت the percent by which the dependent variable is predictable or changed as a consequence of من الايه؟ ال independent variable. يعني لو قلنا مثلا ال coefficient of determination بيساوي 1 من 10، ده معناه ان 10% of variance in dependent variable variable y is predicted from ال independent variable اللي هو ال variable x. لو قلت ان كوفيشنت اوف ديترمينيشن ده يساوي 2 من 10، يعني معناها 20%، يبقى 20% اوف ديبندنت فاريبل اللي هو الفاريبل 20% اوف فاريانس فاريانس التغير يعني ان ديبندنت فاريبل از بريدكتابل فروم ايه الاندبندنت فاريبل او الفاريبل ايه اكس. لكن لو طلعت الار بواحد معناه ان 100% من الديبندنت فاريبل اللي هو الفاريبل 1 از بريدكتابل فروم الاندبندنت فاريبل اللي هو الفاريبل اكس ويز اوت ان ايرور. اوكي، لانه 100%. خلاص، لكن لو طلعت مثلا نص معناه ان 50% من الديبندنت فاريبل اللي هو الفاريبل واي
50% من الفارينس، التغير اللي بيحصل في الفاريبل واي او الديبندنت فاريبل از بريدكتابل فروم الايه؟ الديبندنت فاريبل او الفاريبل ايه؟ اكس. ازاي بقى بنحسب الكوفيشنت اوف ديترمينشن اللي هو الكي اوتبوت اوف ريجريشن اناليسيس اللي بيديني نسبه او هاو ماتش فاريانس اندبندنت فاريبل كان بي بريدكتد فروم الاندبندنت، ما نسبه التغير اللي حصلت في الاندبندنت في الاندبندنت فاريبل او الفاريبل واي اللي هو الكريتيريون فاريبل، تمام، اللي ممكن تكون بريدكتد او تسبب فيها مين؟ الاندبندنت فاريبل او البريدكتور فاريبل اللي هو الفاريبل اكس. الفورمولا زي ما مكتوبه ار تربيع ده الكوفيشنت اوف ديترمينشن بتاع الريجريشن اناليسيس، افتح قوس كبير واحد على ان. طب ان دي ايه؟ ده النمبر اوف اوبزرفيشن او السامبل سايز، واحد على ان محطوطه في قوس صغير داخل القوس الكبير اللي احنا فتحناه في الاول خالص، مضروبه في مجموع اكس اي ناقص اكس، يعني قيم اكس مطروحه من المين بتاع اكس اللي هي ده فاريبل اكس، مجموع وافتح قوس، مجموع وافتح قوس، مجموع ايه؟ اكس اي ناقص اكس ده في قوس صغير زي ما هو شايف قدامك، مجموع قيم اكس مطروحه من مين؟ يعني مضروب في واي اي ناقص واي، يعني قيم واي مطروحه من المين بتاع واي، خلاص. واقفل القوس بتاع المجموع اللي هو فيه قيم اكس ناقص اكس ناقص مين المين بتاع اكس وقيم واي مطروحه من المين بتاع واي، تمام، ده في قوس لوحده، وقبلهم كلمة ايه؟ سيجما اللي هي مجموع. لكن كل ده ما تنساش داخل القوس الكبير. تمام؟ اللي هو بادئ بواحد على ان. طيب قفلنا بقى القوس بتاع المجموع. اقسم على ايه؟ سيجما اكس ستاندرد ديفيشن اوف فاريبل اكس مضروب في سيجما واي ستاندرد ديفيشن اوف فاريبل واي. وكل اللي اقفل القوس الكبير خالص اللي بدأنا بيه المعادلة، تمام، وحط تربيع، يعني كل ده تربيع، خلاص. دي طريقة بنحسب بيها الكوفيشنت اوف ديترمينيشن اللي هو الكي اوت بوت بتاع الريجريشن اناليسيس اللي بيديني انطباع هاو ماتش فاريانس ان ديبندنت فاريبل از بريدكتد فروم الاندبندنت فاريبل او التغير اللي حصل، نسبة التغير اللي حصلت في الديبندنت فاريبل اللي هو الفاريبل واي اللي نقدر نعمل لها بريدكشن او اللي سببها الاندبندنت ايه فاريبل او الفاريبل اكس. المعادلة دي عشان احلها لازم اجهز ازاي؟ ابقى عارف السامبل سايز، احسب المين بتاع اكس، وبعدين اطرح كل قيمة من قيم اكس من المين، واحسب المين بتاع واي، واطرح كل قيمة، تمام، وبعدين اضرب حاصل طرح قيم اكس من المين بتاع اكس في حاصل طرح قيم واي من المين بتاع واي، اضربهم في بعض، وبعدين احسب الستاندرد ديفيشن بتاع اكس بتاع المتغير اكس والستاندرد ديفيشن بتاع المتغير واي. جهزت كل ده هقدر احسب الكوفيشنت اوف ديترمينيشن. هناك طريقه اخرى ان انا اعمل الكورليشن ما بين ايه؟ ما بين الفاريبل اكس والفاريبل واي، واحسب correlation coefficient، تمام، اللي هو الار سمول. وفي هذه الحاله لما احسبه هتساوي coefficient of determination اللي هو الكي اوتبوت بتاع الريجريشن اللي هي الار تربيع، هتساوي correlation coefficient لتربيع، يعني ار سمول تربيع اللي هي correlation coefficient، خلاص. خلينا نقول على coefficient of determination ار تربيع، ونقول على الكورليشن كوفيشنت اللي شرحناه في المحاضره الاولى ار بس اللي هي بس ار سمول، والتاني ار تربيع اللي هو ايه تبقى كابيتال عشان ما نتلخبطش. فالكوفيشنت اوف ديترمينشن لو انا عارف الكورليشن كوفيشنت هضرب الكورليشن كوفيشنت اربعه، يعني اضربه في نفسه يبقى تربيع. في هذه الحاله اقدر احصل على الكوفيشنت اوف ديترمينشن، ودي طريقه سهله ان انا جاست ان انا عارف او حسبت الكورليشن كوفيشنت ما بين الاثنين فاريبل اربعه تبقى ديت الكوفيشنت اوف ديترمينشن بتاعت الريجريشن اناليسيس، غير المعادله الطويله اللي فوق دي. الستاندرد ايرور بتاع الريجريشن او الريجريشن لاين او الريجريشن اناليسيس ده بيقول لي ان هناك لما بنعمل بريدكشن للديبندنت فاريبل فروم الاندبندنت فاريبل بيبقى هناك سيرتن ايرور، ويبقى هذا البريدكشن بيبقى
اوفر اور اندر بريدكتد، يعني زائد او ناقص بسيرتن ايه فاليو. السيرتن فاليو دي بنسميها الستاندرد ايرور. كل ما كان الكوفيشنت اوف ديترمينيشن عالي كل ما كان الستاندرد ايرور قليل. عشان كده لما قلنا لو الكوفيشنت اوف ديترمينيشن ده يساوي واحد قلنا ايه؟ قلنا ان 100% من الفاريانس اللي حصل في الديبندنت فاريبل بريدكتد فروم الايه؟ الاندبندنت ويز اوت اني ايرور، يعني ويز اوت ستاندرد ايه؟ ايرور، مفيش ايرور. خلاص؟ لكن كل ما كان الريجريشن كوفيشنت قليل كل ما كان الستاندرد ايرور او الايرور ايه؟ كبير. يبقى هناك علاقه عكسيه ما بين قيمه الكوفيشنت اوف ديترمينيشن والستاندرد ايرور او الايرور اوف بريدكشن. لا خليها الستاندرد ايرور، اوكي؟ كل ما كان الكوفيشنت اوف ديترمينيشن كبير ومقرب من الواحد كل ما كان الستاندرد ايرور اقل، وكل والعكس تماما صحيح. وقلت لك ان اي ديبندنت فاريبل كان بي بريدكتد فروم الاندبندنت فاريبل تمام والسيرتن ايه ايرور، هذا الايرور بنسميه ستاندرد ايرور. وهذا الستاندرد ايرور بينه وبين قيمه الكوفيشنت اوف ديترمينيشن علاقه عكسيه، كل ما زادت قيمه الكوفيشنت اوف ديترمينيشن كل ما قل الستاندرد ايرور. وضربت لك مثل على كده، قلت لك لو كوفيشنت اوف ديترمينيشن يساوي واحد ده معناه ان 100% من الفاريانس او التشينجز اللي حصل في الديبندنت فاريبل كان بي بريدكتد فروم الاندبندنت فاريبل ويز اوت اني ايرور، يعني ما فيش ستاندرد ايرور. سمبل لينير ريجريشن بلوك. تعال نشوف مساله عشان نشوف هنحسب الكوفيشنت اوف ديترمينيشن ازاي، تمام، ونمشي واحده واحده. لاست يير 5 راندوملي سيلكتد ستودنت، خمس طلبة took a mass aptitude exam، خدوا امتحان رياضة. before they began the statistic course، قبل ما يبتدوا لإيه الاستاتيستيك كورس بتاعها. خلاص، يعني قبل ما يبتدوهم يدوهم كورس إحصاء يدوهم امتحان رياضة عشان يشوفوا مستواهم. the statistic department has three questions، قسم الإحصاء عنده ثلاث أسئلة. What linear regression equation best predict statistic performance based on math aptitude score. خلاص ده اول سؤال، عايز يقول لك اعمل لي regression equation اللي تقول لي ان انا اقدر اعمل prediction للstatistic performance او لدرجات الطلبة في امتحان الstatistics من درجاتهم في امتحانات الايه، في امتحان الرياضة. السؤال الثاني، لو واحد من الستودنت ده جاب 80 في امتحان الرياضة او الابتيتيود تيست، متوقع او ممكن بريدكتد ان هو يجيب كام في الاستاتستكس. خلاص، هاو ويل داز ريجريشن ايكويشن فيت ذا داتا، هل الريجريشن ايكويشن هتعملها دي اوكي هتناسب هذه الداتا ولا لا؟ تعالى نجاوب. ادي الستودنت واخد 5، يبقى الهن هنا بتساوي كام؟ 5. السكور في الابتيتيود تيست اللي هو الاكس ده الاندبندنت فاريبل 95 85 80 70 60. الاستاتستكس جريدز ده الواي فاريبلز اللي هو الديبندنت 85 95 70 65 70. دي الداتا اللي عندي، وقسم الاحصاء عايز نجاوب له على الايه؟ الثلاث اسئله دي، تمام؟ ناخد بالنا. سوليوشن هاو تو فايند ذا ريجريشن. التيبل اللي فات ده فيه اكس كولا، الاكس كولم اللي فيه الاكس سكورز او القيم اكس ده درجات في امتحان الابتيتيود تيست، وفي واي كولم، الكولم ده درجاتهم في الاستاتستكس اكزام او الاستاتستكس جريد. خلاص، خلي بالك، تعال نشوف هنعمل ايه. تعال، ده الجدول اللي كان بيدهولي الممثل بالعمود اللي هو رقم واحد اللي في مكتوب فوق ستيودنت اللي هو العمود رقم واحد على الشمال، وبعدين قيم المتغير اكس اللي هو الاندبندنت فاريبل او درجاتهم في امتحان الابتيتيود تيست بتاع الرياضه، وبعدين الديبندنت فاريبل اللي هو الواي او درجاتهم في الايه؟ الاستاتستكس بيرفورمانس تيست. اوكي، هعمل ايه؟ الاول همسك المتغير اكس او الفاريبل اكس اللي هو الاندبندنت فاريبل اللي هو بتاع درجات بتاعه الطلبه في امتحان الماس ابتيتيود تيست، احسب الصم بتاعه واجمعه 95 زائد 85 زائد 80 زائد 70 زائد، واحسب المين كمان 78، طلع 78. وامسك المتغير واي
الاندبندنت فاريبل او درجاتهم في امتحان الاحصاء. 85 95 70 65 70 اجمعهم طلعت الصم بتاعهم او مجموعهم 385، احسب المين طلع 77 للمتغير واتش. بعد كده اعمل حاجه اسمها اكس ناقص، بجهز المعادله، المعادله الكبيره العريضه اللي كانت بتاعت الريجريشن، اسف الكوفيشنت اوف ديترمينيشن، اكس واي ناقص اكس، يعني اطرح كل قيمه من قيم المتغير اكس من المين بتاع اكس. المين بتاع اكس 78، امسك ال 95 ناقص 78، ما دي اول قيمه الاكس. 85 95 ناقص 78 تبقى 17، 85 ناقص 78 7، 80 ناقص 78 2، 70 ناقص 78 ناقص 8، 60 ناقص 78 ناقص 18. بنفس الطريقة أعمل حاجة اسمها واي، واي ناقص واي، يعني أطرح كل قيمة من متغير واي من المين بتاع واي. المين بتاع واي 77، أمسك أول قيمة من واي، 85 ناقص 77 يبقى 8 مش كده، 95 ناقص 77 18، 75 ناقص 95 صح، 70 ناقص 77 ناقص 7 وهكذا. طب انا خلصت جبت اكس اي ناقص اكس وواي اي ناقص اكس، امسك بقى اكس اي ناقص اكس وواي اي ناقص اكس، اربع كل قيمه منهم عشان يبقى عندي اكس اي ناقص اكس بكل تربيع، واي اي ناقص واي كل تربيع، اشوف الاكس اي ناقص اكس كل تربيع، كل قيمه من قيم اكس اي ناقص اكس اربعها، 17 في 17 289، 7 في 7 49، 2 في 2 ب 4، 8 في 8 64، 18 في 18 324، وبعدين اجيب الصم بتاع الاكس اي ناقص اكس كل تربيع اللي هو 730، اجمع 289 49 4 64 زائد 324 تطلع 700. بنفس الطريقه امسك الواي اي ناقص واي، اربع كل قيمه منهم واجمعهم اجيب الصم، 8 في 8 64، 18 في 18 324، 7 7 في 49، 12 في 12 ب 144، 7 في 7 49، اجمع بقى 64 زائد 324 زائد 49 زائد 144 زائد 49 تطلع 630. شوف انا بجهز كل ده للمعادله عشان اروح اعوض في المعادله على طول. وبعدين بقى هم جايب ايه؟ اكس اي ناقص اكس مضروبه في واي اي ناقص واي، اكس اي ناقص اكس دي انا حسبتها كل قيمه من قيم اكس اي ناقص اكس اضربها في قيم واي اي ناقص واي، 17 في 8 136، 7 في 18 126، 2 في 7 بناقص 14، ناقص 8 في ناقص 12 هتبقى موجب 96، ناقص 18 في 7 تبقى 146، 126، واجمع اكس اي ناقص اكس في واي اي ناقص واي اجيب الصم بتاعها طلع 470. كل ده تجهيز للمعادله. تعال نشوف بعد كده ريجريشن ايكويشن هتبقى ايه؟ واي سمول داش تساوي بي 0 زائد بي 1 اكس. فاكر لما قلت لك الريجريشن ايكويشن دي بتاخد 3 فورم على حسب اذا كان سامبل ولا اذا كان بوبيوليشن ولا اذا كان راندوم سامبل. دي المعادله بتاعت الراندوم سامبل. هذه المعادله انا مش هقدر اعمل بريدكشن لاي قيمه من قيم امتحان الاحصاء من الاكس اللي هو امتحان الرياضه الا اذا حليت ايه وعرفت قيم بي 0 اللي هو السلوب وبي 1 اللي هو اسف البي 0 اللي هو الانترسبت وبي 1 اللي هو الستوب او الريجريشن كوفيشن. خلاص ففي الاول هنحسب بي 1. بي 1 قال لك تساوي ايه؟ تساوي مجموع كلمه سيجما ده مجموع اكس 1 ناقص اكس في واي واي 1 ناقص واي، يعني ده مضروب في ده بس انا عايز المجموع بتاعها بعد ما ضربته في كل حاجه. فاكر لما عملنا اكس 1 ناقص اكس واي 1 ناقص واي وبعدين ضربنا ده في ده، بعد ما ضربنا كل قيمه من ده في ده رجع المجموع بتاعهم في الاخر طلع كام؟ 470. يبقى ده اول حاجه على مجموع اكس اي ناقص اكس بكل تربيع. فاكر لما عملنا اكس اي ناقص اكس وبعدين ربعنا كل قيمه ورجعنا جمعناهم قيم الخمسه طلعت 730، يبقى البي واي 470 730. نرجع للجدول هتلاقي الحاجات دي متجهزه فيه. فاكر لما قلت لك ان احنا بنجهز هتلاقي الحاجات دي متجهزه فيه. 644 اروح بقى اجيب الانترسبت. الانترسبت هيساوي واي ناقص بي 1 في اكس، واي ده المين بتاع واي، المين بي 1 لسه انا حاسبها اهو اللي هو السلوب او الريجريشن كوفيش 644 من 1000، اكس ده المين بتاع اكس يبقى البي 0 هتساوي المين بتاع واي 77 ناقص بي 1 انا لسه حاسبها اهو 644 من 1000 مضروبه في ايه؟ اكس المين بتاع ايه؟ بتاع اكس. خلاص يطلع 26 و7 6 8 من 1000، ده الانترسبت.
دلوقتي المعادلة بقت جاهزة عندي، واي بتساوي بي زيرو زائد بي وان اكس. عندي بي زيرو ب 26 وسبعة ستة تمانية، وعندي بي وان ب 644 من 1000، وعندي اكس لأي قيمة من قيم اكس، أي قيمة من قيم الامتحان بتاع الرياضة، أقدر أعمل بريدكشن لقيمة ايه، أو توقع لكلمة ايه، لقيمة أو لدرجة امتحان الإحصاء بناء على الاندبندنت فاريبل او البريدكتيف فاريبل اللي هو امتحان ايه؟ الرياضه اللي هو اكس. شفت؟ عشان كده الولد اللي هو جاب 80 او جاب اي درجه في امتحان في امتحان الرياضه اقدر اعمل بريدكشن لدرجه الاحصاء وقارنها بقى بالايه؟ بالاوبزيرفد فاليو اللي هو حصل عليها فعلا، تمام؟ وبعد كده اشوف الايرور اوف بريدكشن اللي هو الريزيدوال، ومجموع الريزيدوال ده صفر ولا لا، عشان نقول ان الريجريشن ده كويس ولا مش كويس، وان الدرجات دي يعني الفرق ما بين الاوبزيرفد والبريدكتد ما هواش لارج. اوكي، تعال نشوف. طبعا خلاص، وانس وي هاف ريجريشن ايكويشن، تمام، اقدر لاي قيمه من قيم اكس، تمام، اقدر كان استيميت او بريدكت قيم ايه؟ واي، تمام. طبعا القيم اكس اللي عندنا ده درجات الطلبه في الابتيتيود ماس اكزام، لكن قيم واي اللي هنعمل لها بريدكشن ده درجاتهم فين؟ في الامتحان. هو قال لي في ستيودنت جاب 80 في امتحان الايه؟ الرياضه الابتيتيود تيست، وبالتالي الاستاتستيك جريدز بتاعته هتساوي ايه؟ واي بي 0 بي واي بي 1 اكس، عوض بقى عن اكس ب 80 خلاص، وبالتالي الواي داش هتساوي 26 700، ده قيم بي 0 26 768 من 1000 زائد بي 1 644 من 1000 مضروبه في قيمه اكس اللي هي ال 80، تمام. يبقى الطالب ده البريدكتد فاليو في امتحان الاحصاء بتاعته كام، او المفروض الاكشوال فاليو اللي كان يجيبها كام؟ 78. اوكي، روح هتلاقيه قدام ال 80 جاب درجه ممكن تكون مختلفه شويه، لو طرحتها من دي هحسب حاجه اسمها الريزيدوال او الايرور اوف ايه؟ بريدكشن. مش كده؟ ممكن اعمل لكل خمس درجات كده اعمل ايه؟ بريدكتد فاليو، وبعدين اطرح واي هي الاوبزيرفد اللي هي موجوده في التيبل اصلا اوريدي من القيم اللي انا هعمل لها بريدكشن بتاعت واي اللي دي واحده منهم ال 78 واتنين، واطلع حاجه اسمها الريزيدوال، وفي الاخر اجمع الريزيدوال ده الاقيه ايه؟ المفروض يطلع صفر، واعمل الريزيدوال بلوت اللي هو العلاقه ما بين الريزيدوال والاكس فاريبل المفروض تكون ايه؟ راندوم مانر، مش كده؟ او راندوم اللي ايه؟ ديسبيرسد مانر، تمام، لا هي يو شيب ولا هي انفرتد شيب، عشان نقول ان فعلا دي فعلا البريدكتد فاليو الصح، وان الريجريشن اناليسيس بتاعنا تمام مظبوط. شفت؟ يبقى الولد اللي جاب 80 في الامتحان البريدكتد فاليو بتاعته كام؟ 78. المفروض كان جاب 78 و3 من 10 تقريبا يعني، او 28 من 100 في الاحصاء. وارنينج، خلي بالك لما يكون عن بعمل ريجريشن اناليسيس او بستخدم ريجريشن ايكويشن، لا يمكن ان انا استخدم ارقام او سكورز للاكس فاريبل او اوتسايد الرينج بتاعه. يعني لو الرينج ده مثلا من 100 ل 50، عندي 50 60 70 80 90 100، ما اقدرش استخدم ارقام اقل من 50 ولا ارقام اكتر من 100 للمتغير اكس، وعوض بقى في المعادله خلاص. يعني ده هيعمل حاجه بنسميها اكسترابوليشن، ان انا مديت كده الارقام وبالتالي مديت الريجريشن لاين خلاص، فده هيعمل لي ان ريزونابل استيميت او هيدي لي ان ريزونابل ريزلت. يبقى لازم انا التزم بالارقام اللي موجوده للمتغير اي اكس. يعني لو انا هو مديني ارقام دلوقتي المتغير اكس، تمام، لو قال لي بقى طالب، طب افترض ان في طالب جاب رقم والرقم ده بره هذه الارقام، مش هينفع ان انا اعمل له بريدكشن، تمام، لانه هيديني ارزورابل ايه؟ استيميت. عشان كده لا يمكن ان انا وانا بعمل ريجريشن اناليسيس ان انا اعوض بقيم اكس بارقام غير الارقام اللي موجوده فعلا لهذا المتغير اكس، تمام، ما استخدمش ارقام بره الرينج بتاعه خالص، والا هيحصل عندي حاجه اسمها اكسترابوليشن، وده هيديني ايه؟ ارزونابل او ان كوركت بريدكشن او استيميشن. في المثال اللي قدامنا الابيتيود تيست سكور، تمام، اللي هي يعني السكورز بتاع المتغير اكس ما بين 60 و95 خلاص، انا ما اقدرش بقى استخدم لا
لا اقل من 60 ولا اكتر من 95. يعني ما اقدرش اقول لك في طالب جايب 55 درجه اكس في الرياضه، فشوف لي بقى البريدكتد فاليو في الاحصاء كام كده، انا بقيت بره الرينج، فهيحصل اكسترابوليشن ويديني ان كوركت ايه ريزلت. لازم التزم بالايه، بالرينج، تمام. ففي هذه الحاله انا لا اقدر استخدم قيم اكس اقل من 60 ولا اعلى من 95، لان ده هيبقى بروبلماتيك وده احسن بيه اكسترابوليشن وهيديني ان كوركت بريدكشن. لازم ابقى فاهم الكلام ده، ما اقدرش استخدم سكورز اللي هو المتغير اكس اللي هو الاندبندنت فاريبل وانا بعمل ريجريشن اناليسيس اوت اوف اتس اي رينج. هاو تو فايند ذا كوفيشنت اوف ديتيرمينيشن. الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن اللي هو الكي اوت بوت للريجريشن اناليسيس اللي بيديني بروبورشن اباوت هاوز فاريانس اندبندنت فاريبل كان بي بريدكتد فروم الاندبندنت فاريبل. قد ايه من التغير في الديبندنت فاريبل بريدكتد او متوقع منين؟ من الاندبندنت فاريبل، تمام. والمعادله ار تربيع، افتح القوس ده قلناها مره قبل كده، واحد على جذر ان مضروبه في اكس اللي احنا كنا بنجهز لها في التيبل، مضروبه في مجموع اكس اي ناقص اكس، تمام. مجموعه يعني بعد ما عملت اكس اي ناقص اكس لكل الارقام بشوف المجموع بتاعه، مضروبه في واي برضه مجموع واي اي ناقص واي، بعد ما عملت واي اي ناقص واي لكل الارقام، كل ارقام الواي طرحتها من مين؟ في مجموع، هو انا عايز المجموع ده لان فيه رمز سيمبل اللي هي مجموع، مقسوم كل ده على الستاندرد ديفيشن في اكس، بتاع اكس مضروب في الستاندرد ديفيشن بتاع واي، كل تربيع. ده كل تربيع ده بين في القوس الكبير الطويل العريض اللي هو عندنا، يا ريت ناخد بالنا من شكل المعادلة. خلاص؟ دي المعادلة بتاعت الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن اللي انا بحسبها منه. قلت لك عندي طريقه اسهل، لو انا عارف الكورليشن كوفيشنت اللي هو الار اللي هو البيرسون كورليشن، الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن هيساوي مربع الكورليشن كوفيشنت او البيرسون كورليشن. تعال نشوف المعادله اللي ايه اللي فات. خلاص بس احنا مجهزين كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس، الستاندرد ديفيشن بتاع اكس والستاندرد ديفيشن بتاع واي، مش كده؟ الستاندرد ديفيشن بتاع اكس يساوي سكوير روت لمجموع مجموع اكس واي ناقص اكس الكل تربيع مقسوم على ان، وكل ده تحت ايه؟ تحت الجذر التربيع. كلمه سكوير روت الجذر التربيعي لمجموع اكس واي اكس اي ناقص اكس كل تربيع. فاكر لما عملنا طرحنا كل قيمه من قيم اكس من المين بتاع اكس ورجعنا ربعنا القيمه، تمام؟ صح. وبعد ما ربعنا القيم اللي هي اكس 1 ناقص اكس كل تربيع جمعنا عملنا المجموع فطلع 730، وان بكام؟ 5. كل ده الجذر الايه؟ التربيع. اصف تبقى الجذر التربيع ال 146 طلع الستاندرد ديفيشن بتاع اكس 12.8. مجموع، ما تنساش دايما سيمبل، دايما كلمه سيمبل دي، سيمبل اللي هو سيجما، هذا الرمز اللي هو سيجما ده معناه مجموع، انا عايز مجموع الكلام ده، مجموع اكس ناقص واي كل تربيع. يعني احنا في الجدول اللي احنا قعدنا نجهز فيه حسبنا جينا على كل قيمه من قيم اكس طرحناها من ايه؟ من المين بتاع اكس، وبعد كده ربعنا كل قيمه، وبعدين بعد ما ربعنا جمعنا، فهو ده مجموع اكس اي ناقص اكس كل تربيع، على ان عددهم 5 وكل ده تحت الجذر التربيعي طلعت سيجما اكس بكام؟ 12. كلمة سكوير دي معناها سكوير روت الجذر التربيعي، القوس مفتوح كله برضو الجذر، آسف، الستاندرد ديفيشن و يساوي السكوير روت الجذر التربيعي لمجموع واي ناقص واي كل تربيع. بعد ما اشوف قيم واي اي ناقص واي طرحت كل قيمة من واي من المين بتاع واي، رجعت ربعت كل قيمة على حدة وجمعت تاني فطلع المجموع بتاع واي اي ناقص واي كل تربيع اللي هو 630 على ان بخمسة، كل ده الجذر التربيع ل 630 على 5 ل 126 طلعت 11 و22% تقريبا. تعالى بقى شوف الريجريشن ايكويشن اللي اسمها الكوفيشنت اوف ديترمينيشن بتساوي ايه؟ ار تربيع 1 على ان يبقى 1 على 5 مضروبة في مجموع، مجموع ايه يا دكتور طارق؟ اكس اي ناقص اكس في واي اي ناقص واي. فاكرين لما جماعه حسبنا فرق كل قيمه من قيم اكس من المين بتاع اكس وفرق قيمه من قيم واي من المين بتاع واي ورجعنا ضربنا ده في ده، انا عايز بقى مجموع ضرب ده في ده، لان في كلمه ايه؟ سيجما اللي هو طلعت 470.
على ايه؟ على ايه؟ الستاندرد ديفيشن بتاع اكس اللي احنا لسه حاسبينه 12 و 8 من 100، مضروب في الستاندرد ديفيشن بتاع واي اللي هو 11 وايه؟ و22 من 100 تقريبا. ده كله كل ايه؟ تربيع. صف طلعت 48 من 100. يبقى الكوفيشنت اوف ديترمينيشن طلع كام؟ 48 من 100. ده معناه ايه؟ 48% من الفاريشن اللي حصل في الاستاتستكس جريد كان بي بريدكتد فروم الايه؟ الابتيتيود سكور اللي هو الاندبندنت فاريبل. يبقى قول لي 48% من التشينج اللي حصل او الفاريشن او الفاريانس اللي حصل في الاستاتستكس جريد كان بي بريدكتد فين؟ من الابتيتيود ايه؟ ماس سكور او الابتيتيود ماس تيست. ده معنى الكلام. الجزء الثالث خلص، نكمل مع الجزء الرابع من الريجريشن اناليسيس.